هنبدأ طبعا الأول جولة مرورية كده وبعد كده نبص على أحوال الطقس، وهنبدأ مع حضراتكم كالعادة في منطقة القاهرة، وهنبدأ تحديدا دلوقتي من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لمنتصف كوبري غمرة. كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كده كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة هيلاقي إن في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. كمان بيشهد نفق الأزهر سيولة في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس. ظهرت بعض الكثافات البسيطة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس. كمان ظهرت بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد. من القاهرة للجيزة هنبدأ في شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وفي كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني. في شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية مكملة لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور للقادم من أكتوبر لأن في كثافات مرورية قبل الدائري تستمر لغاية سلم أرض اللواء، وبعد كده في سيولة مرورية في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايو. أما المتجه لأكتوبر فهيلاقي إن فيه سيولة مرورية. في أكتوبر بيشهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة، انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولاً لمناطق دريم. ظهرت بعض الكثافات المتحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولاً لمول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي. كمان ظهر تباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولاً إلى حدائق الأهرام ووصل الدريم حتى منطقة الأعمال. نروح لمحافظة الإسكندرية، طبعا كل الأحجام المرورية زيادة عن الطبيعي بسبب زيادة أعداد المصطفين في المدينة. بتظهر كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكمان كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. تعالوا نكمل جولتنا ونروح أسوان. هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة، الطريق هناك فيه سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن فيه كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في بعض الكثافات المرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية، وخلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه مستمرة الموجة شديدة الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة متوقع تكون 38، وده طبعا في الظل، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، أقل درجة حرارة متوقع تكون في مطروح 32 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.